طيب احنا معانا عم سيد، هو هنا حبيب الجماهير، الناس كلها مش عايزين ماكشن، بس هو خلاص خف ما شاء الله. كان عنده التهاب اعصاب تغذية بسبب مرض السكر، ما كانش فيه احساس خالص، مجرد المية الدقيقة الطرفية كانت مش موصلة. الحمد لله الحمد لله، عملنا 6 جلسات، في 6 جلسات يعني اجمالي 12 جلسة، وصلنا الحمد لله الاحساس رجع كومبليتلي، الاحساس العميق اللي هو المسؤول عن الاتزان رجع. الاحساس دلوقتي عملنا احساس السطحي اللي هو مسؤول ان هو لما يتعور يحس، بدا ده خلاص برده رجع. الاحساس باللمس رجع، الدوره الدمويه الدقيقه شغاله كويس جدا في الرجلتين. عملنا له برنامج التهاب الاعصاب الطرفيه، اشتغلنا بجهاز امريكي بيزود الدوره الدمويه الدقيقه، واشتغلنا بجهاز ايطالي بيشتغل على التئام الاعصاب، وجهاز للاورده، وجهاز بيحفز النيتريك اوكسيد عشان ندخل للاعصاب الاحساس الرفيعه ونعرف نشتغل عليها. المره اللي فاتت للاسف ما كانش فيه ولا عصب من اعصاب الاحساس موصل، دلوقتي كلهم موصلين. اي حاجه دلوقتي هي اللي وصلتني قوي، قلت لها هعمل فيديو معاك بسبب الايه الكلمه دي. الحمد لله. قولي بقى ليه الكلمه اللي انت كنت بتقولها لي من شويه. ما كنتش بصلي وانا قاعد على طول. الحمد لله الحمد لله بفضل الله، الاسبوع اللي فات ده كله بقيت اصلي معايا. مبسوطه قوي، وكنت راسب الحمد لله كويس، وسجدنا وظهري ورجلي ما كان في الام جامده، مفيش حاسس بيها. الحمد لله. انا مبسوطه قوي انه ان احنا يعني الموضوع ده بالذات يعني ده اكتر حاجه فرحتني، ان هو كان بيصلي بقاله فتره وهو قاعد، وان هو دلوقتي 4 سنين بقاله 4 سنين حبيبي بصلي وانا قاعد. حتى لما رحت العمره برضه كنت بصلي وانا قاعد، مش بقدر. بص بقى قاعد معانا اسبوعين، في الاسبوع التاني بقى بيصلي وهو واقف وبيرقع وبيسجد وكل حاجه، وبمشي كتير قوي على فكره الايام دي، الايام دي بمشي كتير. يعني هو كان جاي لي اصلا مش بيقدر يمشي، لا مش بقدر اقف على رجلي، ما كانش بيقدر يقف على رجلي، كنت اقف عليها دقيقتين و ايوه كنت مش بقدر امشي، وكانت تخل رجلي وانا ماشي، هوب الاقي نفسي واقع لوحدي كده من غير اي حاجه. دلوقتي لا الحمد لله الحمد لله، انا هكتب على الله دلوقتي وبتاع الاحفاد وبيشيلهم على ظهري. حبيبي ما شاء الله ما شاء الله، احنا الحمد لله رجعنا نصلي، بنمشي لوحدنا مسافات طويله، بيشيل احفاده. الحمد لله الحمد لله، حاجات كتيره كان محروم منها الحمد لله. انا مبسوطه قوي عشان الصلاه بالذات، ان انت يعني رجعت قادر تصلي، ومبسوطه قوي ان انت تشيل احفادك كنت تستمتع بيهم، مبسوطه ان انت ما كنتش بتقدر تمشي وبقيت تقدر تمشي. الحمد لله من الحالات اللي حصل فيها انجاز كبير. الحمد لله. ف يعني انا بشكرك انا كمان. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك في علمك. امين يا رب امين.